سلام. هذا الفيديو ديالو بغيت واحد صاحبي دكتور قال لي على قال لي هو خدام في العيني، قال لي شي واحد التكنيك تيديروها زعما الناس اللي كانوا عاد جاو اللي كان شي واحد فيه كوفيد 19 ولا تيظنوا راه فيه، واحد التكنيك زعما باش تخفف عليهم في الاول، ويمكن حتى الواحد اللي كان تيحس بأي حاجة اللي تيظن راه هو عنده هذا الفيروس يحاول يديرها في الدار. انا بغيت نقول ماشي، انا ماشي طبيب وما انا غير تنقل لكم هذا المعلومة، و جو بونس زعما تكون صحيحة. الو، قال لك سيدي شنو نديرو؟ قال لك تنفس 5 المرات نفيسة زعما كبيرة وحبسها في الداخل ديال صدرك شوية، بحال مثلا ندير غير وحدة، أنا نوريكمها. أوكي، حبسها شوية وطلقها 5 المرات، والمرة السادسة دير نفس الحاجة، تنفس مي ماشي طلقها، مي عطش عطشة كبيرة زعما اسعل، باش حتى داك شعبي ملي تيدخل الهواء ويمشي الهواء داكشي زعما يتسرحوا. زعما الـ5 المرات تنفس تنفس تحبس النفس في الداخل وتخرجو بشوية، والسادسة دير شي حاجة بحال هكا. انا ندير دابا هاديك السادسة مثلا، اوكي هادي السادسة ديرها 2 المرات. قال لك دير هادو زعما 6 ديال المرات، 6 ديال المرات تنفس المرة الأولى وستة عاوتاني التانية، زعما 2 ديال المرات، وليت سالي تنعس على صدرك على وجهك زعما، ما تنعسش على ظهرك حيت على صدرك تقدر التنفس يكون سهل، تنعس على صدرك شوية وتجلس شي 10 ديال الدقائق، وانت ولا انتينا تتنفس زعما ما تسعل ما تحبسش النفس، ما زعما تنفس مزيان وخرجي بشوية عليك بحال دابا مثلا. اوكي، هادي شي تقريبا 10 دقائق، حاولوا ديروها واخا زعما ان شاء الله ما حتى واحد ما يجي حتى هذا كوفيد 19 ولا حتى حاجة، مي زعما قالك مزيانة بحال مزيانة هذا تنفس وداك الشيء زعما، غير جربوها و الله يستر وصافي. يلا تهلا، الله يخلي كل شيء لاباس.